نحن نحاول قدر الامكان ان تصل عبر مواقع الارصاد القويه اليمنيه وبشكل يومي، وقد وصلت تحذيراتنا الى المستوى قبل النهائي قبل الطائرة اللي هو الانذار، وبالتالي هذا الانذار قد سبق منذ اكثر من اسبوع نقدم هذه الخدمه بشكل مستمر يعني عبر مواقع الارصاد القويه المختلفه. موقع خدمات الارصاد القويه اليمنيه مشهور معروف يعني لدى كل المواطنين. ما هو التحذير؟ حذرتم من ماذا؟ نعم، نحن نحذر باستمرار ونكرر. اولا قد كل شيء اقول انه في مبالغه من تقرير الفاو، الفاو ليس متخصص الارصاد القويه. الفيضانات سوف تحدث في الاسبوع القادم، الاسبوع القادم بالعكس تتقل الامطار خاصه المناطق الشرقيه والوسطى، تستمر الامطار فقط في المناطق الجبليه، وبالتالي نحن اهل البهاء لهذا الامور. قادر ولكن اقول التواجد طبعا من يعني في مرات سيول وبطون الاوديه والكعب والوديان وعدم المبادره في عبور هذه المناطق وهذه الاماكن اثناء وبعد هبوط الامطار. ايضا من الانهيارات الصخريه والتدني في مدى الرؤيه الافقيه في الطرقات والمنحفظات الجبليه بسبب الامطار وتشكل الضباب من التوابس او من العقصف الرعديه والاقتراب من الاشجار العاليه وبرق الكهرباء اثناء هطول الامطار وعبور الجسور الارضيه بوسائل النقل المختلفه من الاجواء الحاره في مناطقنا الصحراويه والساحليه. اقول ان استمرار هطول الامطار ولاكثر من شهرين في بعض المناطق قد يعرض الحصون وكذلك المباني الطينيه والتقليديه واسقفها والصخور والتربه في المرتفعات الجبليه للمنارات الطينيه والصخريه.